بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم بإذن الله تعالى عن نبات الزهرة أو الأرنبيط. في مصر بيسموه الأرنبيط، في بعض الدول العربية بيسموه الزهرة، تمام؟ فبنتكلم عن الزهرة تحت نظام الري بالتنقيط، تمام؟ أولا الزهرة بتنتمي لعيلة بيسموها العائلة الصليبية، اللي هي بتشتمل على الكرنب أو الملفوف والزهرة أو الأرنبيط والبروكلي والحاجات دي، يعني بيسموها العيلة الصليبية. يعني زي ما قلنا البشر عائلات، كذلك النبات لما بتدرس كلية الزراعة بالنسبة للجماعة المزارعين العاديين برضو بيكون عبارة عن عائلات برضو، تمام، متشابهة يعني. بتنتمي الزهرة للعائلة الصليبية، تمام. طيب بنزرعها تحت الري بالتنقيط. طب المسافة بين الأهواز قد ايه، او بين الخرطوم والخرطوم، تمام، قد ايه المسافة بين الخرطوم والخرطوم؟ بصراحة ربنا كل يغني على ليلى، انا عن نفسي التجربة بتقول ان 70 75 سنتي ما بين الخرطوم والخرطوم، او الهوز والهوز، تمام. طيب بين النبات والنبات قد ايه؟ ما تقلش المسافة عن 40 سنتي. عن ايه؟ عن 40 سنتي. امورك طيبة جدا لو زرعت كده، تمام. وبرضو قد تختلف حاجة بسيطة جدا في اصناف الزهرة نفسها، لان فيه اصناف الحباية بتاعتها كبيرة، وبما انه نبات مفترش وليس نبات قائم، فبالتالي بيحتاج مساحة اكبر شوية، تمام. لكن تحت النوع نفسه او تحت الصنف في اصناف حبايتها صغيره وفي اصناف حبايتها كبيره، فممكن الحبايه الصغيره دي تزرع عادي على 30 سم، ما عندكش اي مشكله خالص ما بين النبات والنبات، وعلى 70 ل 75 ما بين الهوز والهوز او الخرطوم والخرطوم. طب النبات هيشيل كم، الفدان هيشيل كم نبات؟ تقريبا في حدود المتوسط بتاعه ممكن يشيل 15 ألف، ممكن تزيد في 2000 3، وممكن تقل في 1000 أو 2000 برضو، المهم على حسب الطريقة اللي تريحك ازرع بيها، لكن أنا بقول لك ده الأفضل يعني، تمام. وأنا عن نفسي بستخدم في كل الري بتاعي الخرطوم أو الهوز اللي هو 20 سم ما بين النقاط والنقاط. ليه؟ لأنه بيبقى عامل لي من الآخر سيمترية كويسة في المية، والزعاط النقاط التاني شغال عادي، ما فيش اي مشكلة، حصل انسداد او حاجة النقاط التاني شغال وما عنديش اي مشكلة خالص، تمام. وبزرع على نقاط واسيب نقاط عادي، يعني ما فيش اي مشكلة خالص، تمام. طيب المواعيد الزراعة، طبعا بتمتد زراعة الزهرة بداية من شهر 8، تمام، ده في الافضل يعني، ان هو يبقى من 15 8، تمام، معك تزرع لحد شهر 3، تمام، اللي هو مارس يعني، على عروات بقى طول، لان هو في الاساس خالص يا جماعة هو نبات شتوي، هو نبات شتوي، والزهرة من النباتات اللي لا تتأثر بالصقيع اطلاقا، حتى لو نزل صقيع بتتحمل، ما عندكش اي مشكلة خالص، مش زي مثلا العائلة البذنجانية اللي هي الفلفل والبتنجان والبطاطس، ممكن تحصل مشاكل من البرودة العالية، لا الزهرة عادي ما فيش أي مشكلة خالص فيها، تمام. طيب بالنسبة للتجهيز، المشتل بتاعها، طبعا المشتل بتاعها على فكرة في ناس بتزرعها يعني في الكويت أو في الأقطار الحارة عموما، في ناس بتزرع الشتلات، تمام، ولما بيزرعوا الشتلات بتلاقيهم بغطوها بالشاش الأبيض برضو، علشان يعني إلى حد ما يقلل من نسبة الضوء شوية عليها، ويقلل من الحرارة برضو، ويوفر لها رطوبة مناسبة تحت الشاش الأبيض، وبالتالي بيكون المظهر بتاع النبات نفسه كويس، النمو بتاعه بيكون سريع إلى حد ما، ففي كل الأحوال بيبقى أفضل، نسبة الترقيع بتبقى قليلة، ده بالنسبة للجماعة اللي بيزرعوا مبكر، تمام، الأفضل يعني. وفي الزراعة المبكرة أنا بنصح دايما إن يا ريت نفج الخط، وتبقى اللي بيزرع 75 يعني، مش فج يعني، لا يكون منخفض شوية بتاع 5 7 سم كده عن سطح التربة، بحيث يزيد المية جنب النبات، تمام. المهم طبعا الشتلات بتاعتها بنزرعها في صواني، أيا كانت الصواني بتاعتها دي، تمام،
طبعا تجهيز الصواني عارفين كلنا، تجهيز المشتل بتاعها ممكن تتزرع في الصواني اللي هي العيون الصغيرة، مش لازم عيون كبيرة خالص، تمام. وبنبدأ نزرعها في طبعا الشتلة بتاعت الزهرة، بتجهز في 15 16 17 يوم بكتيره، بتكون أمورها كويسة وتتزرع عادي. أقصاها لو زادت خالص يعني، وده ما بيحصلش، ممكن 20 يوم، تمام. بالنسبة لبداية الزراعة في الشتلات، فزي ما بقول لحضرتك كده المشتل بتاعها سهل جدا، ولكن دايما في المشتل لو هتزرع مبكر ازرع زيادة زيادة زيادة. ليه زيادة؟ لأن في الواقع لما بنزرع الزهرة بدري يبقى فيها نسبة ترقيع عالية جدا 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 فوق ما تتصور، خصوصا لو شهر 8 ابتدى يبقى معاك كويس، وفجأة كده بصيت لقيت الايه، جت موجة حرارة، ديت بتعمل لنا شوية مشاكل، تمام. طبعا في اصناف مبكرة، تمام، وفي اصناف متأخرة زي ما قلت لك. يعني في اصناف على 70 75 يوم بتستوي، تمام. في اصناف بتزيد شوية توصل ل 90 يوم 80 يوم لكن يعني برضو القصة دي مرتبطة بالصنف ومرتبطة بدرجات الحرارة، وكل دولة معروف فيها الأصناف المبكرة اللي بتتزرع في الحرارة والأصناف اللي هي بتتزرع في البرد أو في الشتاء، رغم أنه هو في الأول وفي الآخر زي ما قلت لحضرتك نبات شتوي، لأن اللي بيتزرع بدري برضو ده خد بالك بينعكس على الحجم بتاع الثمرة الزهرة نفسها. يعني لو أنت زارع مبكر الطبيعي ان الحبايه مش هتكبر معاك، طب لو انت زارع متاخر لا الحبايه بتكبر معاك زي ما انت شايف، ده الانتاج ده هو بننتج منه حاليا يعني، تمام. بالنسبه لتجهيز الارض زي ما قلت لحضرتك الكثافه النباتيه هتكون ايه، والمسافه بين الهواز والمسافه بين النبات والآخر، لكن تجهيز الأرض بأقل تجهيز الأرض هتلاقي أمورك طيبة. في أراضي خصوبتها عالية، في أراضي تعبانة، بيجود طبعا في الأراضي الرملية، وفي الأراضي الكلسية بيجود برضه ما فيش أي مشكلة خالص، الأراضي الطينية بيجود جدا ما فيهوش أي مشكلة خالص. الأملاح تأثر عليه شوية ممكن، تمام، لكن في الأول وفي الآخر حتى لو الأراضي إلى حد ما ملحية لو أنت بتروي بمية عذبة عذبة ما عندكش أي مشكلة خالص، تمام. بالنسبة للتجهيز الأرض قلنا لو أنت بتحط سماد عضوي يكفيك 10-15 متر مكعب للفدان، تمام، أمورك طيبة خالص. بتفردهم يعني بتحرث الأرض الأول وبتفردهم وبتخليهم سطحي، لأن الجدر بتاعه يعني ما بتعمقش قوي، فبتخلي السماد بتاعك سطحي، حتى لو بتعمق يعني يهمنا ان السماد العضوي يكون في الطبقة السطحية بتاعت التربة، مش تحط السماد وتدخل بالقلاب تنزل شوية السماد تحت خالص في سبع ارض، ده ما ينفعش، تمام. يعني لو انت الارض فيها شوية رطوبة كده ونزلت حرتها وقبل ما تقطع الارض او تخططها او تزرع، ما تخل يعني تحط السماد بتاعك وتقلبه بالردوفيتر الصغير دهوت او العزاء الصغيرة ده، هي تبدأ تحط الهواز بتاعتك وتزرع الزهرة بتاعتك. طيب بالنسبة للزهرة لما بنزرعها، تمام، أكيد في حاجة التسميد بتاعها بيكون إزاي. أولا خدمة الأساس بتاعتها ما تحطش خدمة أساس، مش لازم يعني إنك تحط سوبر وكبريت والقصة دي، عايز تحط فانتازيا أنت حر يعني، أصل في ناس يعني تقول لهم يمين يقول لك لا شمال، خلاص أنت حر. فعند عايز تحط حط ما فيش اي مشكلة خالص، لكن هي مش حابة يعني انك تحط، يلزمك بس الارض بتاعتك زي ما قلت لك شوية السماد العضوي، ومجرد الثبات الشتل نبدأ نسمد الارض بتاعتنا للفدان. انا استخدم في البدايات الشهر الاولاني اليوريا وحمض الفوسفوريك مرة، واليوريا مع سلفات المغنيسيوم مر، بس مش عايزين اكتر من كده في الشهر الاولاني، تمام. يعني لو مرتين في الاسبوع الفدان بياخد 25 كيلو 25 كيلو يعني لو بدأناها ب 15 وبعد كده دخلنا في ال 25 كيلو مرتين في الاسبوع يوريا مع 5 كيلو حمض فوسفوريك مره ومع 5 كيلو سلفات مغنيسيوم مره،
يبقى أمورك طيبة بالنسبة للشهر الأول، تمام؟ عندك 2020 حط ما فيش أي مشكلة خالص، عندك 2020 و13 40 13 حط برضه ما عندكش مشكلة خالص. طب تعرف إزاي؟ إذا كان النبات ماشي قدامك كويس جدا، يعني أنت شو النبات زي ابنك، يعني لو ابنك لو بتلاحظ عليه، حتى لو طفل صغير بتلاحظ عليه حاجة أكيد بتلاحظ يعني عليه، يعني لو تعبان أو مجهد أو حاجة أكيد بتلاحظ عليه. النبات زي ابنك، إذا لاحظت عليه إن القصة بتاعته ماشية تمام التمام، ما فيش أي مشكلة خالص في إنك تزود يعني النسب. أي مهندس أي دكتور أي جن أزرق بيقول لك نسبة معينة أنا مش مقتنع بيها، إذن يعني أفضل حاجة إنك تشوف بعينيك وإنك تبدأ تسمد التسميد بتاعك بناء على الـ يعني النمو بتاع النبات عندك عامل إزاي، وهل النبات صحي قدامك ولا لا، تمام؟ إمتى لو الجذور فيها مشكلة إيه اللي ممكن أعمله في الحالة دي؟ يعني حاجات أنت المفروض تديرها بنفسك، لكن إحنا بنحط لك الخطوات أو الخطوط العريضة عشان ما تخرجش برضو عن المألوف. يبقى النبات محتاج 10 أو 15 كيلو للفدان يوريا، أروح ضرب كيس، يعني ما له لازمة الكلام ده كله، تمام؟ لو أنت بتسمد بأسمدة أحادية زي ما قلت لك، يفضل في الشهر الثاني أو بعد 30 يوم من الشتل يفضل استخدام نطرات النشادر. يفضل استخدام نطرات النشادر مع الشهر الثاني تبدأ تحط كالسيوم، لأن الكالسيوم لما طبعا اتكلم في الأمراض بتاعت الزهرة بعد كده، الكالسيوم فيه مشكلة بالنسبة للزهرة، يعني ماشي هتلاقي فيه حاجات كده مش مظبوطة، بقول لك عليها في القرص اللي انت بتشوفه قدامك ده، هو هتلاقي فيه مشاكله كتير يعني. لكن اللي احنا عايزين نتكلم فيه الشهر التاني تبدأ تحط كالسيوم بمعدل 15 كيلو للفدان كل أسبوع، مش أقل من 15 كيلو، تمام؟ وبداية برضو من الشهر النص الشهر الثاني تبدأ تدخل في برنامج التسميد بتاعك، تمنع الفوسفور يا معلم وتبدأ تحط الشهر الأول حط فوسفور، الشهر الثاني استبدل الفوسفور بالبوتاسيوم، تمام؟ المغنيسيوم هيتم ماشي معاك طول الشهر الثاني. بالنسبة لي الفوسفور قلنا نستبدله ببوتاسيوم، والنيتروجين هيفضل ماشي معانا على طول، والمغنيسيوم ماشي معانا على طول. في امراض للزهره باذن الله تعالى اتكلم عليها في لقاء اخر باذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.